الذبح. شاو الذبح. نعم ذبح لله. هدي وأضاحي وعقيق وصدقات فتح الله عليك. ذبح لله عباد. قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر. نعم. الثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيما. شرك أكبر. يذبح للجن لأصحاب القبور. صح؟ شرك أكبر. نعم. الثالث ذبح جائز. هذا الأخ تاجر يبيع البحور جزام. يذبح حتى يبيع هذه البحور. يصح؟ صح ولا إشكال؟ يذبح حتى يأكل. يصح؟ صح ولا إشكال؟ إذا الذبح على ثلاثة أقسام: ذبح لله، هدي وأضاحي وعقيق وصدقات عبادات. بل هذا الذبح من أعظم العبادات المالية. فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي. الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيم. جن أصحابكم. الثالث ذبح جاء شاة اللحم والتجارة وكذا. فتح الله عليك. الخوف. من يذكر لي أقسام الخوف؟ أنت الذين تتكلم أو لا؟ أنت أنت لا لا. نعم أقسام الخوف. أرفع صوتك. خوف عبادة وتعظيم وسر. يجب أن يصرف لله صرف لغير الله شرك أكبر. فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين. الله تعالى هذا خوف واجب صرف لله. نعم. الثاني خوف طبيعي. فتح الله عليك. تخاف من ماذا؟ من اللصوص؟ من قطاع الطريق؟ من السباع؟ صح؟ اي نعم. هذا خوف طبيعي لا نعم عليه. الثالث خوف محرم وهو الخوف المؤدي الى القنوط من رحمه الله او طاعه المخلوق في معصيه الخالق. تعيد من جديد اقسام الخوف. خوف واجب صرف لله عباده وتعظيم وسر. لماذا تصلي ولا تترك الصلاه؟ لماذا في نهار رمضان ما تاكل ولا تشرب؟ ما يراك احد. تقول انا اخاف من الله. نعم. طيب الثاني خوف طبيعي. هذا لا يلام عليه العبد. جيب لي خوف من السباع، من النصوص، من قطاع الطريق، خوف من النار. الثالث خوف محرم. قنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية خالق. لا تتكلم. جزاك الله. طيب الذبح ذكرنا وذكرنا أيضا معنا النذر. أقسام النذر. نذر أخوان. نعم. نذر. نذر لله ونذر لغير الله. مثل ما نقول في الحلف لله ولغير الله. فتح الله عليك. طيب الخشيه ما هي الخشيه؟ ما هي الخشيه؟ نعم يا اخي. الله يفتح عليك. اخص من الخوف. الخوف يكون من كل احد والخشيه تكون من العلماء. اي الخوف المبني على العلم بعظمه من يخشى وكمال سلطان. الله يفتح عليك. الله اعلم اخواننا يعني نكتفي بهذا المقدار. بعد الظهر ان شاء الله تعالى يعني نراجع ما أخذنا في الأصول الثلاثة. طيب تتذاكر الآن فيما بينكم ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. لكن على ما اتفقنا عليه نريد أن نتعاون أخواننا في الدورة هذه تتذاكر فيما بينكم حتى يعني إن شاء الله تعالى نمر على أهم المقصود من هذه المتون المباركة. طيب جزاكم الله خير.